ورحمة الله وبركاته. إحنا الآن في منطقة أراكلي عند مجسم إليت محل. المشروع عبارة عن مرحلتين. المرحلة الأولى عبارة عن 9 فلل زي ما إحنا شايفين في المجسم، بالإضافة إلى 3 بنايات اللي خلف الفلل بالضبط. المرحلة الثانية برضو أيضا 3 بنايات. الفلل تم بيعها كلها ما عدا فلة واحدة شاغرة عندنا. المرحلة الأولى اللي خلف الفلل بالضبط، البنايات هذه اللي احنا قدامنا، البناية اللي في النص عبارة عن بناية فندقية، تشغيل فندقي رويال كومفورت. الشقق الشاغرة اللي موجودة فيها غرفتين وصالة، مساحة 120 متر مربع، 3 غرف صالة 150 متر مربع، والدوبلكسات 250 متر مربع. هذا التصوير للمجسم. نطلع مع بعض نشوف على أرض الواقع. وصلنا إحنا الدور الرابع. زي ما انتم شايفين المصعد يسعد تقريبا 10 أشخاص، مصعد كبير. في كل دور عندنا شقتين، زي ما انتم شايفين شقة على اليمين وشقة على اليسار. نعطيكم فكرة، شقة نموذجية مؤثثة، مساحتها 150 متر مربع، 3 غرف صالة. أول ما نخش هنا على اليمين عندنا غرفة حاطين فيها سريرين فردية مع دولابها، وطلالة الغرفة هذه جدا حلوة على الطبيعة. اطلالة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. عندنا بجوار الغرفة هذه عندنا المطبخ. المطبخ ما شاء الله تبارك الله، مساحة المطبخ مساحة جيدة، دواليب راقية، أماكن الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مخرج لبلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. بلكونة جدا رائعة، إطلالة البلكونة على الطبيعة زي ما تشايفين. وأيضا من جهة اليمين على البحر، يعني نستمتع بهذه الأجواء الحلوة وإحنا قاعدين في البلكونة. فضل معنا نكمل تفاصيل باقي الشقة. نطلع من المطبخ يمينا نجي هنا على الصالة. صالة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، تقريبا 35 متر مربع مساحتها، أرضيات كلها باركيه. تمديدات التكييف تكون مثلا إذا احتاجناها نقدر نخلي اختيارية أو زي ما نرغب احنا. الواجهة الأمامية كلها على الطبيعة وعلى البحر. واجهة الصالة واجهة خيالية ما شاء الله تبارك الله. المخرج هذا اللي قلناها ان المخرج مشترك من المطبخ ومن الصالة للبلكونة. عندنا الديكورات السقفية، انارات ليد مخفية، شيء رائع جدا. المنطقة هذه زي ما قلت لكم منطقة بين الغرفة والمطبخ والصالة، منطقة خاصة جدا، يعني الغرف مستقلة. تفضلوا. أول ما نخش المنطقة الداخلية عندنا هنا دورة مياه أولى، المغسلة، فندق كرامة. نطلع من دورة المياه الأولى نجي هنا على دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة. مساحة دورة المياه ما شاء الله كبيرة. عندنا المروش والكلوزت والمغسلة. المنطقة هذه منطقة غسالة الملابس، يعني منطقة مخصصة لغسالة الملابس. نتوجه على اليسار هنا الغرفة الثانية، برضو فيها سريرين فردية مع دولاب. يعني شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. أخيرا نيجي على غرفة الماستر.
غرفة الماستر مساحتها جيدة جيدة ما شاء الله تبارك الله، يكفي فيها سرير مزدوج مع دولاب مع ملحقات غرفة النوم، بالإضافة إلى دورة مياه خاصة بغرفة الماستر، دورة مياه متكاملة فيها مروش وكلوزت ومغسلة، وما ننسى البلكونة الخاصة بغرفة النوم الرئيسية إطلالتها جانبية على الطبيعة. شيء ولا أروع. ومن الخلف على الطبيعة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.